السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المميزة. إذا كلمة بريد كلمتنا لهذا اليوم، خلينا نتعلم استخداماتها في أمثلة وأهم المرادفات فقط في دقيقتين. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة، فعل زر الجرس، مهم جدا تفعل زر الجرس حتى تصلك الدروس مباشرة حين نشرها. إذا كلمة بريث تأتي بمعنى نفس، نسمة، نفخة، أو تأتي بمعنى لحظة أيضا. بريث بريث، اقرأها معي، بريث بريث. خلنا نأخذ المثال الأول على كلمة بريث. taking a deep breath، taking a deep breath. إذن أخذت نفسا عميقا كارمن started down the stairs، وبدأت بنزول الدرج. taking a deep breath كارمن started down the stairs، أخذت كارمن نفسا عميقا ونزلت الدرج، المعنى العام للجملة. أيضا خلينا نقرأ معا أنا وأنت الآن. taking a deep breath كارمن started down the stairs. مرة أخرى. taking a deep breath كارمن started down the stairs. ممتاز، كررها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقن اللفظ الصحيح بشكل جيد، واكتبها في كراسك وأيضا جميع العبارات. مثال الثاني. she caught her breath quickly، she caught her breath quickly. أمسك أنفاسها بسرعة. she caught her breath quickly، quickly بسرعة. وأهم مرادفات كلمة breath: respiration، respiration تنفس، waft نسمة، puff نفخة، وأيضا moment لحظة. هذه أهم مرادفات كلمة breath. الآن ضع كلمة breath في جملة، استخدمها في جملة واكتبها أسفل هذا الفيديو بالتعليق حتى تستفاد أنت ويستفاد من الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في حلقة جديدة، الحلقة 114، مع كلمة جديدة ومهمة جدا، كلمة برانش سوف نشرحها بالتفصيل. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة هذه الدروس لجميع أصدقائك، فهناك الكثير منهم بأمس الحاجة للحصول على هذه المعلومات المجانية وتعلم اللغة الإنجليزية معنا. شكرا لكم وإلى اللقاء قريبا.